على القرآن وعلى السنة بيتربى ويستغنى عن الدنيا وما فيه. يا فاضلة الهبيب، ما الفائدة من البخور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك يا ولدي على هذا السؤال المبارك، وهو من قواعد الدين هذا البخور. ونذكر بعض الفوائد. الحمد لله المتكرم المعين، ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذه الجلسة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جامع الفضائل حبيب الرحمن، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، فإن البخور من نعم الله تعالى في هذه الأرض، والله تعالى يقول: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ومن هذه النعم المباركة نعمة الطيب ونعمة البخور، فإنها أزكى وأريح لأعمال العبادة. فإن ورد في السيرة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يتبخر صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، خصوصا في أمر العبادة، قيام الليل. عندما يقوم صلى الله عليه وسلم لقيام الليل، أول ما يبدأ يأتي بالبخور كما ورد في السيرة. وإذا خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي بالطيب، ومثل هذا البخور يتبخر ويتطيب لأجل يقابل الله تبارك وتعالى. فإن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في مقالته المعروفة: بخروا مساجدكم ونظفوا أفنيتكم. بخروا مساجدكم، لأن البخور في المسجد يكون أدعى وأريح لفعل العبادة والخشوع مع الله تبارك وتعالى. كانوا كثير من الشيوخ في بلد حضرموت في تريم، أمثال الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف، كان رضي الله عنه لا يخرج فرض من الفروض إلا ويأتي بالبخور ويتبخر بجميع ثيابه فيخرج لأداء الصلاة. حتى أن الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس كان يقول: لو وجد بخورا لمرغت نفسي وثيابي بهذا البخور، وليس لأجل الرياء أو الظهور، ولكن قصده بذلك الخشوع في العبادة واللقاء الله تعالى بأمر حسن يواجه به الله تبارك وتعالى. حتى أن الإمام مالك رضي الله عنه كان إذا أراد أن يخرج لبث علم الحديث كان يتبخر بأحسن البخور وبأغلى البخور. حتى أن بعض أهل المدينة كان يقول له: يا سيدنا مالك، لماذا تخرج بهذه الزينة كأنك عريس، يعني سوف تتزوج؟ وسيدنا الإمام مالك تزوج من سنوات، ولكن كان يقول: أنا أذهب لإلقاء حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأحب أن ألقي هذا الحديث وأنا في أفخر الروائح الطيبة التي منها يستمد ويحترم به حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن نستفيد من هذا البخور أنه أزكى وأريح لأمر النفس في أمر العبادة، هذا أولا. وثانيا أن العلماء رضي الله عنه والصالحين بشكل عام كانوا إذا أرادوا أن يحضروا مجلس علم أو أرادوا أن يصلوا الصلاة أو أرادوا أن يفعلوا شيء من الأمور الخير طيبوا أنفسهم وبخروا أنفسهم وتعظيما لله تعالى. فأول فائدة من هذا البخور أنه فيه تعظيم لله تبارك وتعالى إن كان لأمر العبادة. فإن كما جاء في السيرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كما سمعنا يتطيب في كل أحواله. أما يوم الجمعة فيزيد طيبا فيزيد تطيبا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالختام نذكر الفائدة المهمة لهذا البخور، وهو أنه يطيب النفس. فقد ذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: أن الطيب في الثلث الليل من الأخير يجعل النفس مرتاحة وزكية طول اليوم. فلذلك ينبغي للمؤمن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون متطيبا في كل أحواله، خصوصا عندما يقوم إلى قبل الفجر يتطيب، ثم ذهابه إلى الصلوات يأتي متطيبا. فمن هذا الأمر يحصل الخير الكثير. فنسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إن شاء الله متفقين في هذا الدين، مرتبطين بسنن سيد المرسلين، ومن أعلاها وأهمها هذا الطيب وهذا التبخر. اللهم كما جمعتنا فوفقنا، وكما يعني جمعتنا في هذا المكان وفي هذه الجلسة معكم يا ابني، فنسأل من الله
أن يرزقنا كمال الإخلاص وكمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تمام القبول، والحمد لله رب العالمين. طيب يا أبي، ترسكان برسما أفي. Satu je. Kita nak buat tak, tiga lah. Tak, nak buat 10 pun tak apa. Anak siapa ni? Segemi Segemi fil hub Segemi ووجودي في الهوى عدمي يطير يضوي العيش كل ما تقول والعيش مليت شغلة هذه العيش قلبي من الفوضى كمريش يطير يضوي يا عيشك قلي ما تفضلي ولا عوشك ملي شغلة هذه العيشك قلبي من الخورة كم الريشة تسرح وتضوي وانت في أرضك يا ريتني مثلك عمد أرضي حتى ولو جمال عالهيشة قلبي من الخورة متى بضوي وانا عوشك مليت شغلة هذه العيشة قلبي من الفرقة كمر ريشك يا طير يا ضوي العيشك قلي متى بضوي وانا عوشك مليت شغلة هذه العيشة قلبي من الفرقة كمر ريشك يا طير يا ضوي العيشك كل ما تبضوي وانا عوشي ملي شبنا هذه العيشة قلبي من الفورة سبا سبا كمان ريشك يا طير يا ضوي العيشك كل ما تبضوي وانا عوشي ملي شبنا هذه العيشة قلبي من الفورة كمان ريشك اوكي Teruskan bersama Abi di Janda Baik Wadi Hussein University of Life. على القرآن وعلى السنة بيتربى ويستغنى عن الدنيا وما فيها ويوعد ربه بال